الجهه الثانيه من الجهه الثانيه ظلام. ايه ما احد عمره شاف ظل القمر؟ لا ما حد. لذلك قمرنا في هذا اليوم حبيبنا عبد الوهاب الرسية. تحيه يا جماعه الخير. ما ادري احنا نحييه ولا نخاف عليه. سنرى الوجه الاخر لعبد الوهاب. عبد الوهاب منشد اعلامي. ما نقول مظلم. مش مظلم؟ لا الجانب مو الجانب المظلم. الجانب اللي ما انفك الستار عنه. اي نعم. الجانب الاخر. عندي له جانب الاخر اسم برنامج كان قديم في المجلس. والله عندي له اسئله. وراكم علي يا عيال. طبعا عشان نفرق نوضح للساده المشاهدين يفرق عن كرسي الاعتراف، الصندوق الاسود، كيس الاشياء، لان الاسئله اللي المعتاده نبي نسال اسئله ما عمرها طرحت لعبد الوهاب او اللي ما نعرفه عن عبد الوهاب في شخصيته في حياته. بعيدنا بالهاشتاج يعني مثلا تقول والله اول نشيده متى تاسست ما ادري وش، لا نبي ورده تهديها من؟ شوكه تغزها في قلب لا 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 تغزها في قلب من؟ اي عرفت. خلهم بالجمهور بالهاشتاج يسالون اسئله. راحت عليكم اسئله في شخصيه عبد الوهاب حرجه. نبي نعرف وش عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الوهاب بسم الله نبدا الحين. اي الحين فقرتنا الحين كيفك. لا ترى ممكن السكرت هي موجوده. خلاص يلا نخليها الحين. اي الحين 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 المسابقه. بسم الله. يعني انا توي منشد المفروض انك ما تحطون ضحيه. الا الا عشان كل ما ارتفع يذكر انه قد يقع. ايه فيحافظ على اتزانه. اصب لك شاهي. لا صبيت طيب ارتبكت صح؟ قم قم هو ده. طيب عبد الوهاب اجلس ولا تناظر. اعطونا اسئله يا اخوان. اعطونا اسئله وجهك على الكاميرا فقط. هاشتاج تكفون اسئله. اسئله من الجمهور واتصالات. عبد الوهاب واسئله مننا. ممتاز تفضل عبد الوهاب. اخذ معي فطايرتي. خذ راحتك فطايرك وعصيرك. والله انت بتاكلهم بعد. خذ معك اللي تبي يا مالك من الاكل. طيب المشاهدين نبغى اسئله. شوف اي اسئله يقول خذها في مجالها الاعلامي راح كذا نبعدها. سنتكلم عن شخصية عبد الوهاب. سنشوف ظل القمر وقمرنا في هذا الليل عبد الوهاب. بسم الله. طيب استري عبد الوهاب. توكلت على الذي لا يموت. طيب على اي اساس تم اختياري؟ عشان لا نستطرد في استاذ احمد ثم على اي اساس تم اختيار؟ ليش ما اخترتوا مثلا ابو سند ابو زينب؟ بسم الله. هذه بسبب ايش؟ بسبب انك يا اخي انت وجه جديد على الساحه. بسم الله. فالناس يبون يعرفون. انا يعرفون كل شيء عني. احمد كامله في الاعلام يعرفون كل شيء عنه الناس. محمد كم قناه اي قناه يدخلها تسكر على طول. الله يسرع قناتك. زود انك ما زوجت بنتك. اي نوال. اي والحين طقطق علي. يا حبي لك والله. مين عطر كرسي الاعتراف؟ طيب من يبدا؟ محمد تبدا؟ ابدا اساله؟ ايه احنا بنا شوف عشان الطريقه يفهمون الجمهور، راح نقرا الهاشتاج وراح نقول اسئله من يعني من شخصياتنا احنا وناخذ اتصالات. اتصالات لي انا شيخ اسئله؟ نعم؟ اتصالات الاسئله لي؟ اكيد طبعا. وراكم تدخلون الناس بيننا يا عيال. شو نسوي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاول محمد ولا مين اللي جاهز؟ انا اساله. يلا. ايه. أنا أسأله لك سؤال. يقول يا عبد الوهاب اصبر ما قعدت. ها استرح 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 استرح. عندي لك سؤال. أنا سؤال يقول دقق معي. يلا معك. أنا أنت معي. إيه بس بدون المشي ذي. المشي ذي الحالة ذي تخوف أعرفه. هذا المشي حقت تيرم تيرم. لا هذه ما ترم ترم. أجل. يقول السؤال عبد الوهاب الرسي شارك ببرنامج سهم وكان له قاعدة جماهيرية كبيرة. تسلم. هل تعتقد أنك كنت تستاهل أحد الثلاث مراكز الأولى وحصل ظلم بطريقة أو بآلية اختيار من هو صاحب المركز الأول والثاني والثالث، أم تعتقد أنك كنت أحد أصحاب المراكز الأولى لكن بتعاملك مع الجمهور ومكالماتك مع أهلك راحت منك هذه راحت منك المركز الأولى الثلاث؟ أنا أعلمك هل أنا أستحق ولا لا؟ نعم بدون غرور. نعم أنا أستحق الأول. ليش ما أخذته؟ أنا أستحق المركز الأول. عندك جوابين. ليش ما أخذته؟ هل هو
الآلية لا شوف أنا أستحق فيها ظلم أم أنه عبد الوهاب كان يستحقه لكن كثرة المكالمات لأنه الجمهور هو تقريبا هو أنا بوجهة نظري يعني يشوفه بالهاشتاج هو الأعلى. أنا ليش جاوبت أنه أنا أستحق المركز الأول بناء على كلام المقدمين اللي عندنا وكلام الجمهور يعني ردة فعل الجمهور. أنت من ضمن المقدمين اللي قلت لي أنت عبد الوهاب تستحق المركز الأول. تستحق صح يقولها كل واحد ترى محمد الفهيد لا والله لا والله كنت أقوله أقول لأشخاص معينين أنا من ضمنهم وكنت أقول أربعة في واحد منهم من الأربعة هذول ثلاثة بيأخذون المركز الأول من ضمنهم وكنت أقول من المركز الأول يا عبد الوهاب يا المشعل بسم الله حتى قبل تذكر بالسناب مصورة مصور قلت بيتروح يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا قالوا مشعل طيب هذا الجواب الأول أنا أستحق المركز الأول بشهادة اللي سمعته منهم ما أدري أنا حل. ليس غرورا ولكن اللي شفته منهم الجواب الثاني هل هي ظلم أو لا لا والله أنا ما أشكك بأحد إن كان فيه ظلم فالناس يعني يخافون الله عز وجل والواحد يجعل الله رقي يعني يجعل لا يجعل الله الناظرين إليه يعني بكل شيء يعمله إن كان فيه ظلم ما أدري وإن كان ما في ظلم لا والله الحمد لله يعني إحنا كسبنا محبة الناس ويا رب لك الحمد وراضي تماما على كل ما قدمت وعلى كل ما طلعت من السهم فالك التوفيق الله يرفع قدرك سؤالك لا عمرك تعيد والله جاك بالجنة نرجع لما البشاميل سؤالي أبو سند لا الحبيب المحب وش سويت فيه تذكرت مسا العقيل عبد الوهاب سم عبد الوهاب سمي بعد عمري أنت نشأت في بيت قائدة داعية كبير منذ أن فتحت عينيك على الوجود والدك داعية محبوب عند الكثير تفتح له المساجد ويطلب بدعوات رسمية من مكاتب الدعوة هذا الشيء ماذا يعني لك؟ يا أولا يعني لي أن أبوي عبد الله الله يرفع قدره يطول بعمره على عمل صالح والصحة وعافية هو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا يعني لولا الله يعني ثم أبوي كان يعني أنا وإخواني ما وصلنا لما وصل أو أتوقع أكثر اللي يعني بالعائلة الحمد لله أبوي رافع رأس العائلة ما شاء الله تبارك الله فالله يخليه لنا فخر وذخر يا رب العالمين هل تحس انه دخولك برنامج سهم تقبل الناس لعبد الوهاب بسم الله بسبب واسطة ابوه لا ابدا اصلا ما اعرف هو ان ابوي الشيخ الا بعد 5 ايام ناصر سيق قال ترى والده الشيخ عبد الله الجمهور والاعداد وكذا استغليت هذا الشيء ابدا دخلت موهبتي هم طلبون موهبتي اصلا يعني لا انت استغليت انه كل شوي تقول اسم ابوك اسم ابوك لا ما عمري قلته انا هم يطرحون علي انا ما اعلق اي شيء بابوي حتى الناس اخطائي ما يحطونه على ابوي اخطائي من انا يعني ابوي طيب. ابوي مربين الحمد لله التربيه الزينه لكن اي زلل وتقصير من انا اكرم وانعم بوالدي واي شيء جميل من الله ثم من يعني ابوي هو اللي يعلمن ولا يا شيخي جميل طبعا هذه تكمله لسؤال ابو سند لكن سؤالي انا اصبر بعلمك شيء تفضل ترى يوم قدمت على سهم بعد ما قدمت القولون قالوا لي ابوك الشيخ ايش اقرب لك الشيخ عبد الله الرسي قلت ابوي بس ولا انا عندي مواهبي وكذا يعني والحمد لله احمد اسمح لي دقيقه تفضل انا اول بس مداخله كذا بسيطه فاصل عشان ايش يسمونه تهدي اعصابك يوم يجي ابوه الشيخ جاء البرنامج سهم فجو شوي يسلمون عليه الشيخ عبد الله انا تابع انا ولدي سند الشيخ يسلم على الشباب شاب يعني تعرف شباب يعني ذكرته ايوه فلما جاء مهند الجهني ملتحي ومتين شاف الشيخ انبسط الشيخ للشخصيه هذه قال الشيخ هلا
هذا شاء الله. ابوي يحب المهند ويحب ابو غافل ولا قصر الشباب، يحب الشباب كلهم، بس المهند ابو غافل ابوي يوسعون صدره يعني. طيب سؤال بعيد عن الاعلام. ايه ثلاث اشياء يكرهها عبد الوهاب من التصرفات وعادات الأصدقاء واللي حوله. ثلاث أشياء تقول أنا ما أحب هذه، أنا هذه أكرهها إذا كانت موجودة في المجلس، موجودة بين الناس، موجودة بأخوياي، أتركها أو أمشي. يضايقك. طيب الأولى الكذب، ما أحبه أبدا، أكره الكذب. حلو. يعني مهما كان أكرهه الكذب، إذا اللي قدامي يكذب أو أخوي يكذب خلاص أتغير نظرتي به والله للأسف يعني. جميل. الكذب والنفاق ما أحبه أبدا، ما أحب، خلي شخصيتك وحده الله يرضى عليك. النفاق، النفاق الاجتماعي ما أحبه أبدا. إنه واحد يعني يطلع لك بوجهه ووجه ثاني. في ناس يعني ما المجاملة ذي اللي تصير زايدة. والله ما أحبه أبدا. إيه. طيب والثالثة؟ الثالثة البخل، برضو ما أحبه أبدا. البخل، البخل والكذب والنفاق. البخل يعني واحد يطلع انت شلون، انت اللي تدفع، انت اللي تدفع، انت اللي تدفع. إيه. وتعاني منها صح؟ ما ادري، بس انا طبعا انا دائما بسهم استهبل عليهم، اقول اذا جيت لامي ترى الوضع قطيه. إيه. حتى علم ابوي علي ذا هاشم ابوي، قلت يبا ترى بنعزمهم كلهم ان شاء الله والوضع قطيه، اذا جونا من القصيم قطيه مو على ذبيحه، على شاورما كفو. لا امزح طبعا، ذي انت خابي، بس ترى بعض الناس يصدقه يقولون انت ما تمثلنا لا أنا يعني أمزح صدق. صفة البخل أكرهها، البخيل دائم يخرب حياته الأسرية، يخرب صح ولا لا؟ خاصة اللي معطيه الله يعني، فما بنعمة ربك فحدث يعني. صح. سؤال بدامني واقف بقوله وبجلس، هل في يعني في حياتك اللي مريت كلها في حياتك إلى هذا العمر الله يعطيك طولة العمر على الطاعة، شخص يعني أثر فيك تأثير سلبي، يعني خلينا نقول خيانة، يعني زرفك بفلوس، كسر قلبك، في لو من طفولتك في أحد بدون تسمية تذكر الموقف؟ استأذن. لا تخاف، جاوب جاوب، لا تخاف. لا لا الحمد لله، لا 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 ما تعرضت أبدا إلى خيانة وكسر نفس ولا شيء. تنمر، هين التنمر يصير، بس التنمر دائما إذا صار لي الحمد لله يعني أحط بنفسي تعهد إني هاللي تنمر علي ذا أخليه بيوم من الأيام ينبهر من اللي أنا قاعد أسويه. يا سلام. وصار كم مرة يعني الحمد لله. يا سلام. إيه؟ ومنها إنك يوم كنت صغير كنت تلبس نظارات. إيه. فيتنمرون عليك الناس. فرحت شطبت. لا مرة أنا طبعا لي معرفة مع أبو صالح حمد طبعا. نعم. إيه. واحد يتنمر علي انه انت يل ايش تبي بالنشيد، انت ما ادري ايش دون تجي مع خشمك، ودائما يطقطق علي من الصغير. إيه؟ ثاني متوسط اذكر. إيه؟ وكان حامد طبعا عنده مهرجان في وريده. حلو. وطلع انا انشد معه بالمسرح. اوه. نول حامد كان الحضور يسك بيبان الخيمه، تذكرونه يلعب يعني. معنا عبد الوهاب الرسي، واطلع انا جنب حامد طبعا وناظر الرجال اللي تنمر علي. عجيب. خلاص وقفت وقفة منتصر الحمد لله يعني. شفنا الحين لو أنا سامعك سام ما وصلت له، وصلت له والحين الحمد لله بعد ما الواحد يعني جاهد وكافح وكذا وصلنا إلى قناتنا الأم، قناتنا الحبيبة، قناة المجد الفضائية. تشرف فيك وانت تستاهل يا حب. وافي ومعزم وطلق حجاج. أصبر. الأسئلة بعيدة عن الإعلام يا جماعة الخير. يلا. كلهم قاعد يسألونه وساهم ساهم ساهم ساهم، طلع أكثر شخص طلع كرسي اعتراف عبد الوهاب. صح. هي صح. انا تراي ما اطلع ما حتى ما احب كرسي الاعتراف. ايه فكرسي الاعتراف ما نبغى نتكلم عن الاعلام، اعطونا شيء جانب اخر عن عبد الوهاب. ممتاز. فسالونا اسئله كذا. بقول لك عبد الوهاب سم، قبل شوي قلت لك في قصه لوالدك معي. امي الله يرحمها توفيت 1435. اها. ها الله يغفر له ويرحمه. شهر واحد يغفر له ويرحمه تجاوز. في ليله الصلاه عليها كان من قدر الله ان ابوك هو بيلقي محاضره في المسجد اللي بيصلون جنازة على أمي، فأنا جالس من صلاة المغرب في المسجد، هم جابوها جنازتها وأنا جالس من صلاة المغرب بصلي عليها بعد العشاء بعد المحاضرة حقت الوالد. الله أكبر. يعني أبوك تكلم بكلمات كانت كبلسم، سبحان الله، تثبيت عجيب. أبوك ما يدري عن السالفة وإن في واحدة بنصلي عليها الآن، يا
يعني تخيل انا جالس وامي مد يعني مسجاه الجنازه قدامي، والوالد ابوك يلقي المحاضره عن الاستعداد للرحيل وما عد الله له. يا اخي شيء عظيم، يعني ثبتني كان الله عز وجل ساق ابوك في تلك الساعه. اي والله كانه ساق لي شيء عجيب. حتى يعني اول قبل تتوفى الوالده كنت بس اذا تخيلت ان يوم الايام بتموت امي تخنقني العبره. فبالك في تلك الليله كان الله ساق ابوك ويلقي محاضره في جامع الملك عبد العزيز بالزلفي في نفس الليله اللي بتدفن امي فيها. سبحان الله. واحد يقول لي طيب كنت شأمت من الشيخ؟ قلت لا بالعكس، يعني انا مؤمن بان المولود او اذا جاء يبكي واهله يفرحون، واذا توفي هو يفرح واهله يبكون. فانا اجزم ان شاء الله امي من الصالحات، اجزم ان هذيك الليله افضل ليله تمر عليها فضل الله. ثم بعد حديث ابوك الجميل في تلك الليله اكتب اجر بلغ سلام. عدنان حاط صورة قلب يقول لك موقف تعرض له عبد الوهاب وتغير بعدها 180. تغيرت بعد تحطون لي ذولي والله وراكم تسذى انتم. يلا 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 ما ادري والله ما ادري ما يحضرني الا طيب طموحك المستقبلي المهني؟ والله لا أعلم، لكن بيد الله عز وجل. متحفظ؟ لا بيد الله إن شاء الله. أن الله اللي كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. اللي يسره الله أنا قابل به يعني. أي يعني وين تبغى ترى نفسك؟ توقع عن إجابة. يمتنع عن الإجابة. متحفظ؟ متحفظ؟ تحفظ تحفظ إيه. تحفظ. ما أدري بالإعلام. ما أدري هو مهنيا ولا إعلاميا، ما أدري إيش. تتحفظ تزعل جمهورك؟ تتحفظ تتحفظ ايه قوية. طيب عطى سؤال أخير. سؤال أخير يقولون من الجمهور من الشخص هذه الوفاء تقول من الشخص الذي يتوجه له دائما في اتخاذ أي قرار بمعنى تستشيره يعني؟ والله واجدين اعدهم يعني اشخاص اشخاص يعني الابرز يعني من غير العائله. من غير العائله صديقي عمر الحسين. عمر الحسين اي صديق مقرب و اعلامي؟ لا عشان كذا انا استشيره. اه لانه له رؤيته من بعيد افضل. جميل باي شيء. طيب اخر سؤال عبير ونيس الشريف، ما الموقف الذي تضعف فيه وتنزل فيه دموعك؟ قصص وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي دائما يعني تخلين حتى أعيش الوضع معه. شفت اللي واحد لو شاف فيلم بتأثر منه؟ ترى أنا في سهم هذه ما صرحته بس خلني أصرح به. أنا تراي قرأت كتاب السيرة بسهم لما وصلت حادثة الإفك ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم خربت علي يومي كامل خرب من عشان قريته يعني. الله في قديمة بس أنا كذا أنا ضيق يضيق صدري الشيء ذا فتعيش معي لازم يمر وقت عشان أنساه. فهذه من ضمن الأشياء اللي الناس ما يدرون إيش بي ما أدري إيش عندي من يعني وراء ضيق صدري يحسبون من الشباب ولا من شيء. لا والله من القصص يعني أعيشها فتأثر منها يعني. بكيت يوم كنت في سهم ذاك من القصص؟ أي إيه؟ أتعب أنا لقريت خاصة حادثة الإفك اللي صار لعائشة رضي الله عنها. شيء متعب يا ناس يعني، لكن الحمد لله برأها الله. الحمد لله. محمد أحد عنده سؤال عشان نختم؟ أنت شخص حساس، حساس جدا. هذا اللي وصلني بعد؟ لا لا انا ما اسالك انت حساس ولا انا اقول لك انت حساس. انا حساسي جدا. ممكن هل الشيء هذا تحس انه ياثر عليك خصوصا مجال الاعلام؟ لان خبر مجال الاعلام الشخص الحساس يتعب جدا يعني. لا ابدا، انا في برنامج سهم تعلمنا الصبر للأمانة. 90 يوم تعلمنا الصبر. لو يمر واحد يسبك ويخليك ما تسوى الدنيا كلها تقول ايه ثم ايه جزاك الله خير. ما عندي ما خلاص تدري انه ما راح يعني تتاثر
حمد تبلدت الحمد لله. جل من يتعلم منك هذا الشيء. اي حتى الآية الله عز وجل يقول وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا المنهج الشرعي أصلا، باللي إذا خطبك الجاهلون سلاما والحمد لله يروح يحترق بروح ومساكين. إذن هذا هو ظل القمر لضيفنا لليوم في الكرسي عبد الوهاب الرسي، شكرا لك. شكرا لكم، إجاباتك جميلة.